إنما أقوله معرفة بالواقع وبالتاريخ وقراءة للسنن أن الذي سيقدم وسيأتي شيء جليل وعظيم وعما قريب. هنالك غليان في العالم الإسلامي كله، هنالك حركة جليلة ستنتج شيئا عظيما عما قريب بإذن الله، وسترون بإذن الله تعالى. هو المستشرف لوقائع المستقبل وللثورات العربية، هو القارئ لواقع الأمة الإسلامية والرافض لهيمنة إسرائيل، هو الدكتور محمد موسى الشريف، الباحث والمؤرخ الذي حكم بالسجن 5 سنوات بسبب بعد نظره السياسي وانحيازه لتطلعات الشعوب. الدكتور محمد موسى الشريف يحمل الدكتوراه في القرآن والسنة وحافظ مجاز بالقراءات 10، وهو الطيار الذي عمل لسنوات ضمن فريق عمل الخطوط الجوية السعودية كمهنة رافقت عشقه للعمل الدعوي. عاش الدكتور محمد موسى سنوات شبابه في المدينة المنورة، وهو الذي يرجع نسبه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يختص الدكتور محمد أيضا بالتاريخ، حيث أسس موقعا إلكترونيا حمل اسم التاريخ وأشرف عليه لسنوات طويلة قبل أن تغلقه السلطات إثر اعتقاله في سبتمبر من العام 2007. وكان الشريف من أشد مناصري الحراك الإسلامي، وعضوا في العديد من اللجان والهيئات الدعوية، ومن أبرزها الهيئة العالمية للقرآن الكريم، كما كان أستاذا جامعيا في عدة جامعات قبل أن ينهي الاعتقال التعسفي مسيرته الأكاديمية والدعوية. الحرية لمحمد موسى الشريف.